صباح الخير، انا رايحين لمسجد نيجارا الجامع الوطني. امين ويونس على اخر عمرهم راهم يلبسوا في الجلابات. شوف قال لهم استروا رواحكم من الاخر، لما جماعة الخير استروا رواحكم. ايوا درك هذا جماعة راهي سترت رواحها. من الله المستورين تابع لنا ربي شهر من بعد ما شاء الله. ايوا امير راهي صور في الفلوج. وين كان معنا دبل فلوج؟ لازم تلبس حاجة طويلة كيف يعود. ها شوفوا امير راهو لبس راهو استر روحو. درك بعد ما البارح حضرنا في المعابد نتاعهم وهزينا هزينا ذنوب خيرات ربي، كنا اليوم نجيو نستغفروا مولانا ونروحوا للجامع. المهم هذا الجامع الكبير، جامع نيجارا. مجموعة العبايات اليوم. أمين يا فرحة أمك بيك. يونس يا فرحة أمك بيك. من بكري فرحانة زاد. يا سي أمين احكي لنا على نحكي لك شغل نسكن هنا. شغل يسكن هنا هذا مواطن من كوالالمبور. مسجد نيجارا هو كما قلت لكم مسجد اللي بزاف شباب بزاف فيه كما نقولوا الاركتيكتور والمعاصره. ايوا قال لك الخلط بين الاسلام سماد المعمار الاسلامي والوسائل الحديث. فوالا اكزاكتومون وين عنده شغل هنا استعملوا شغل ضوء النهار كما تشوفوا شغل ما كانش طواقي هكا ما كانش طواقي هذوك والضوء يدخل بزاف الداخل واستعملوا اللون الابيض بزاف باش يعاود يعكس الضوء ويبان مليح. كان بزاف صوالح اللي هنا في المسجد اللي فري تحس باللي عندهم ثقافة إسلامية عريقة يعني. المهم ياسمين راميتها بالفرحة اليوم. أعطوها كتاب قالوا لي هذيك ربي يدخل الإسلام. ايه. وهذا كتاب باش تدخل الإسلام وندو فيك أجر. وشو الكتاب اللي أعطاك؟ The meaning of Holy Quran. معنى القرآن الكريم. معاني القرآن الكريم شغل بلونجلي فوالا ترجم مباع باش تشوفوا باللي وي مالك سي يونس اللي راهو زاهي اليوم.